لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. من أنت؟ أنا طالب بالجامعة. أنت طالب جديد؟ نعم، أنا طالب جديد. من أين أنت؟ أنا من الهند. ما اسمك؟ اسمي محمد. ومن هذا الفتى الذي معك؟ هو زميلي. أهو أيضا من الهند؟ لا، هو من اليابان. ما اسمه؟ اسمه حمزة. ما لغتك يا محمد؟ لغتي الأردية. ما لغتك يا محمد؟ لغتي الأردية. أهي لغة سهلة؟ نعم، هي لغة سهلة. وحمزة ما لغته؟ لغته يابانية. أهي لغة صعبة؟ أين أبوك يا محمد؟ أبي في الكويت، هو طبيب شهير. وأين أمك؟ هي أيضا في الكويت مع أبي، هي مدرسة هناك. أذهبت إلى الكويت يا محمد؟ نعم، ذهبت. وزميلك أين أبوه؟ أبوه في اليابان، هو تاجر كبير. ألك أخ يا محمد؟ نعم، لي أخ واحد اسمه أسامة، وهو معي هنا في المدينة المنورة، ولي أخت واحدة اسمها زينب، وهي في العراق مع زوجها، زوجها مهندس. أعندك سيارة يا محمد؟ لا، ما عندي سيارة، عندي دراجة، حمزة عنده سيارة. من أين أنت؟ أنا من اليابان. ومن أين عمر؟ هو من الصين. ومن أين حامد؟ هو من الهند. أين عباس؟ خرج. أين ذهب؟ ذهب إلى المدير. وأين ذهب علي؟ ذهب إلى المرحاض. من هؤلاء الفتيات الطوال يا علي؟ هم طلاب جدد. من أين هم؟ هم من أمريكا. أهم زملاؤك؟ نعم، هم زملائي، هو في فصلي. أهم مجتهدون؟ نعم، هم مجتهدون. ما أسماؤهم؟ أسماؤهم ياسر وزكريا وموسى وعبد الله. ومن هؤلاء رجال الكسار؟ هم حجاج. من أين هم؟ بعضهم من الصين وبعضهم من اليابان. أين المصطفى وأصدقاؤه؟ ذهبوا إلى مطعم.